أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. ملفنا لهذا اليوم: سنجار، طريق للموصل أم نهاية لداعش؟ اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة على لسان المتحدث باسمها بيتر كول بوجود مستشارين عسكريين أمريكيين على جبل سنجار لمساعدة الباشمركة في تحديد أهداف الغارات الجوية المغيرة على سنجار، حيث أكد المتحدث أن داعش لم تكن لتخرج لولا تعرضها إلى أكثر من 250 ضربة جوية للتحالف الدولي ب48 ساعة بدون توقف، حيث دعمت هذه الغارات والجهد الجوي المبذول استعادة سنجار. وقال الكولونيل ستيف وارن في مؤتمر صحفي: قتلنا أكثر من 200 من مقاتلي داعش من أصل 400. السؤال هنا: هل تم قطع شريان داعش من الرقة بسوريا إلى الموصل بالعراق، أم هنالك بديل لهم باهظ الثمن؟ وهل تتراجع داعش أم أنها تدعي التراجع لاستدراج قوات التحالف والقوات العراقية لجيب نار؟ هل تم فصل داعش بسوريا عن داعش بالعراق أم أنها مرحلة مؤقتة فقط؟ هل سنجد المزيد من التراجع لداعش بالعراق وسوريا على الأرض؟ وما هي أسباب التراجع على الأرض؟ ألا نجد التراجع على الأرض داعش يقابله نجاح لعمليات داعش الإرهابية خارج سوريا، أي تفعيل الخلايا النائمة؟ سنناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول: هل سيكون تحرير قضاء سنجار مقدمة إلى تحرير الموصل، وهل تحرير الموصل مقدمة لنهاية داعش في العراق؟ المحور الثاني: هل سيتم حسم معارك محافظة الأنبار وصلاح الدين بنفس السرعة التي حدثت في سنجار، أم أن المعادلة هنا تختلف على الأرض؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة: مراسل قناة أورينت من بغداد إياد محمد، والدكتور هلال الدليمي، والدكتور أمير الساعدي المحلل الاستراتيجي من أربيل، واللواء الركن أبو عبد الله. سنستمع إلى كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. استولى تنظيم الدولة على سنجار في آب عام 2014 وقام بعملية قتل وحشية واستعباد واغتصاب للنساء الأزيديات، وارتكب الفظائع بحق الأقلية الأزيدية التي كانت تعيش في المنطقة، واعتبرت الأمم المتحدة الهجوم على الأزيديين بمثابة إبادة جماعية، وشكل هجوم التنظيم ضد الأزيديين أحد الأسباب التي أعلنتها واشنطن لبدء الضربات الجوية ضد داعش في العراق، والتي توسعت لاحقا لتشمل مواقعه في سوريا ضمن ائتلاف يضم 60 دولة. من جهتها أعلنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أن وحدات البشمركة نجحت يوم الجمعة في تحرير سنجار وتمكنت من استعادة القضاء ومعه عدد من القرى المحيطة بالمدينة، أي ما مساحته 150 كيلومتر مربع، حيث سيطرت قوات البشمركة على سنجار بشكل كامل، والتي تقع شمال غرب الموصل بمحافظة نينوى على طول الطريق السريع 47، المرحلة التالية مدينة تل عفر، والمرحلة التي تليها إلى مدينة الموصل معقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. القوات التي دخلت سنجار كبيرة وتكفي لتأمين المدينة والانطلاق منها إلى تل عفر. إعادة السيطرة على مدينة سنجار ستدفع إلى التحضير للسيطرة على مدينة الموصل ووقف تدفق المقاتلين والعتاد والإمداد العسكري لتنظيم الدولة، وكذلك وقف دخل البترول من مناطق سنجار إلى سوريا. البرزاني قاد عملية التحرير بنفسه لقضاء سنجار. عملية تحرير سنجار لم تشهد مشاركة أي قوات عسكرية بخلاف قوات البشمركة، حيث نفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود أي دور لحزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية في السيطرة على سنجار. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بيتر كوك إن قوات التحالف شنت خلال الساعات 48 الأخيرة
250 غارة جوية لتقديم الدعم الجوي لعملية سنجار التي نفذتها البشمركة ضد تنظيم الدولة. وأوضح كوك أن الغارات استهدفت خطوط الإمداد بين الرقة والموصل، مما سيضعف التنظيم ويجعله غير قادر على إرسال دعم قوات بشرية لقواته من سوريا إلى العراق، مشيرا إلى أن العملية تتم تحت إشراف مستشارين عسكريين أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي. وشارك في القصف الطيران الأمريكي والبريطاني والفرنسي، بالإضافة لمشاركة الطيران التركي وسط تكتم شديد. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل ستيف وارن إن هذا جزء من عملية عزل الموصل، المعقل الرئيسي للتنظيم في شمال البلاد. نرحب بضيوفي على المحور الأول، مراسل قناة أورينت من بغداد إياد محمد والدكتور هلال الدليمي. أهلا وسهلا بكم إياد، إذا سمحت، ما هو الموقف التعبوي في العراق بشكل عام ومسرح عمليات سنجار أو المسرح الشمالي من عمليات العراق؟ نعم، يعني أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني في وقت سابق عن تحرير قضاء سنجار بمحافظة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. يعني هذا التحرير جاء بعد دعم جوي من قبل طيران التحالف الدولي الذي قدم إسناد فاعل للقوات الكردية التي تقدمت من محاور عدة لاستعادة المدينة وتحريرها بعدما تمكنت يعني هذه القوات من تأمين المنشآت الاستراتيجية في بلدة سنجار الشمالية ومحاصرة المدينة من جميع الجهات وشن هجوم واسع عليها، يعني فضلا عن قيام القوات الكردية بفصل سنجار من ناحيتي الشرق والغرب. يعني كل هذا جاء يعني وفق يعني تحضيرات وخطط مسبقة عدت لها قوات البشمركة مع طيران التحالف الدولي. يعني هذا الفصل للمدينة من ناحيتها الغربية والشرقية، يعني وبحسب مصادر كردية مسؤولة، يعني منح القوة والزخم للقوات المهاجمة، القوات الكردية المهاجمة، حيث تمكنت قوات البيشمركة من اقتحام 5 معسكرات للجيش العراقي السابق يعني والتي تقع جنوب سنجار. هذه المعسكرات طبعا كان يتحصن بها تنظيم الدولة، فيما استمر القسم الآخر من القوات البيشمركة لتضييق الخناق على ما تبقى من مسلحي التنظيم داخل مدينة سنجار. هنا يعني تكمن أهمية بلدة سنجار، يعني في كون هذه المدينة تربط بين محافظات الموصل، يعني التي تعد حاليا هي معقل تنظيم الدولة في العراق وبين سوريا، وهي تعد ممرا أساسيا لإمدادات التنظيم. يعني كونه يعني يعد هذه البلدة يتقع على ممر رئيسي لنقل المقاتلين والمعدات من شمال العراق إلى سوريا وبالعكس. يعني يذكر أن تنظيم الدولة كان قد سيطر على المدينة التي تعد يعني معقلا للأقلية الأيزدية في أغسطس عام 2014 وفرض نفوذه عليها طوال هذه الفترة. هذا فيما يتعلق بال يعني مدينة سنجار، لكن هناك يعني تطور أمني يعني خطير حدث في توس فورماتو، في قضاء توس فورماتو الذي يبعد مسافة 90 كيلومتر عن مدينة كريت. يعني هو هذا القضاء تابع إلى محافظة صلاح الدين. يعني هذا القضاء شهد اشتباكات خلال الأيام الماضية بين القوات من الحشد الشعبي من الحشد التركماني في المدينة، على اعتبار أن هذه وهذا القضاء هو يعني يمتاز بغالبية تركمانية يعني تسكن فيها فيه. هذه الاشتباكات حدثت بين الحشد الشعبي وبين قوات البيشمركة إثر قيام قوات من الحشد الشعبي بمهاجمة نقاط تفتيش وحواجز أمنية
وضعتها قوات البيشمركة لحماية النازحين في القضاء. يعني هذه يعني هذه الحواجز وضعتها قوات البيشمركة بعد الهجمات العديدة التي طالت هؤلاء النازحين. طبعا هذه الاشتباكات بالطبع خلفت يعني قتلى وجرحى في صفوف الجانبين، يعني خلفت 3 قتلى في صفوف الحشد الشعبي وقتيل في صفوف القوات البيشمركة، فضلا عن الحاق الدمار في الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى إحداث توترات أمنية يعني كبيرة داخل المدينة، لا تزال التوترات قائمة إلى وقتنا هذا. طبعا على أثر هذه التطورات فرضت القوات الكردية حظر التجوال في عموم القضاء، ونتيجة هذا التوتر الأمني يعني جرى أو يعني كان هناك انتشار لقناصين من كلا الجانبين على أسطح المباني العالية في القضاء. طبعا أحداث قضاء الطوز يعني قابلها تحركات سياسية سريعة لتهدئة الأوضاع في القضاء وتشكيل خلية أزمة دعا إليها رئيس الحكومة حيدر العبادي. هذه الخلية تتكون أعضاءها من نواب إضافة إلى مستشارين في رئاسة الجمهورية. طبعا هذه الخلية هي كما أسلفت هي الاحتواء الأزمة وإعادة الهدوء والاستقرار للمدينة، فضلا عن إرسال وفود حكومية تتألف من ممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع وشرطة محافظة صلاح الدين، يعني للبحث في كيفية وضع خطة أمنية تهدف إلى وقف النزاع بين قوات البيشمركة والحشد الشعبي في القضاء. طبعا الجهود الحكومية والسياسية ويعني بعد عقد سلسلة اجتماعات مع أطراف النزاع أسفرت هذه الجهود عن تحرير اتفاق. هذا الاتفاق يعني يقضي بتشكيل قوة مشتركة من أهالي القضاء وتسيير دوريات مشتركة تحت إشراف لجان مختصة وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط من كلا الطرفين طبعا، وتقديم الجنات الذين استعلوا هذه الحادثة للعدالة إضافة إلى تعويض المتضررين. طبعا نعتذر لهذا الخلل الفني، وسنتابع مع دكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، هل داعش الآن أصبحت فعلت الخلايا النائمة؟ بالأمس القريب قاموا بتفجير في تركيا، ثم أسقطوا الطائرة الروسية في صحراء سيناء، ثم فجروا في الضاحية الجنوبية بحر تحريك، ثم قاموا الآن بالتفجيرات المعروفة في فرنسا. هل التنظيم الآن معروف عنه إذا فشل على الأرض سيقوم بتفعيل الخلايا النائمة؟ ماذا تتوقع لهذا التنظيم؟ هل سينحسر نفوذه في العراق أم هو التفاف فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل القضايا التي ذكرتها هي قضايا ظنية، نعم هناك تأكيدات من طرفه، ولكن نعرف أن الطائرة الروسية لها حقيقة هناك خلافات كثيرة على ما الذي قام بإسقاط هذه الطائرة، علما أن الطائرة هي قد أقلعت من مطار في مصر، ومصر بعيدة عن هذا النشاط نوعا ما، ومطاراتها محصنة، وإلا لما قامت البورد الروسي بمنع الطيران الروسي الطيران الوصلي من التحليق إلى روسيا. إذن هناك حقيقة كثير من الأمور التي يجب علينا أن لا ننساق وراء الأنباء التي تتحدث أن هناك تفجير. لو كان هذا التنظيم لديه هذه القدرة لما صبر على الروس لحد هذه اللحظة، ولماذا فرنسا ليس روسيا التي بدأت الحرب مباشرة، ولماذا لم يصل هذا التفجيرات إلى إيران؟ هم دكتور بالنسبة للسؤال هذا الوجيه اللي طرحته، هم عندهم جواب تنظيم الدولي، يقولوا لك بأن الذي أدخل العبوة ووزنها نصف كيلو جرام وضعت في منطقة الذيل هم بالتواطؤ أو مع موظفين شحن، ولا يريدون أن يتم التحقيق لأنه موظفين الشحن مجندين معهم،
بصراحة يعني مخترقين. يعني القصد أخي الكريم القصد أنه هناك تضخيم حقيقة في استغلال هذا الأمر وتضخيم في هذه الإمكانيات. يعني أنت تتحدث عن إمكانيات دولة كمصر أو تركيا، نعم العمل التخريبي ممكن أن يطول أي بلد تحت أي مسمى تحت أي ظروف إذا كانت الظروف الأمنية وهناك غفلة، وأي عمل تخريبي حقيقة يستغل الغفلة بالتخطيط، لأن عقلية الإنسان في الإجرام عقلية كبيرة، لأنه إذا فكر في الإجرام يدمر أكثر مما يبني. وبالتالي نحن أمام حقيقة ثابتة بأن هناك إجرام منظم، وهذا الإجرام المنظم هو إجرام دولي، ولكن المراد منه إصفاء صبغة العرب والمسلمين عليه. نحن نتحدث ببساطة شديدة، العراق والشام واليمن وليبيا القتل فيهما مستمر، لم نسمع من العالم استنكار لما قامت به القوات الأمريكية من قتل أكثر من 2,300,000 عراقي، هم وكلابهم الذي أتوا معهم، ولم نسمع استنكار عالمي لما تقوم به الطيران الروسي من تدمير في سوريا وقتل بالفسفور وقصف للمنازل. هذه الأرواح، نحن ضد قتل أي نفس، هذا ما أكد عليه قرآننا الكريم في أكثر من نص ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. وعندما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الذين قالوا تعالوا أتلوا عليكم ما حرم الله لكم، أولا التؤمن بالله، ثانيا أن لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن نحن كمسلمين دستورنا يحرم قتل النفس هذا ابتداء، ولكن لماذا تسترخص دماؤنا بهذا الشكل وتستباح أراضينا بهذا الشكل؟ والمعذرة نحن ضد الإجرام في أي مكان، ولكن لماذا الإجرام المقدس الذي تقوده الغرب علينا منذ أن احتلت فلسطين عام 48 ولحد الآن، إجرام اليهود في فلسطين ما فاق كل أنواع الإجرام، ولم نسمع من الغرب إلا البيت الذي يحمي هؤلاء المجرمين، وعندما يمسهم شيء مما خططوا لنا مما خططنا ونقلب السحر عليهم، هم آدة الإرهاب، هم أدوات الإرهاب، وهم من سهلوا له، وهم من مولوه بالسلاح، وهم من أتوا به، وهم من دربوه، وهم يعرفون كيف دربوا هذه الخلايا ولماذا استغلوها. فأرادوا يعتقدون أنها هم سيكونون بمنأى عن هذا الإجرام، ولكن الإجرام الغربي اتجاه المسلمين سبق كل إجرام. فرنسا بالذات قتلت من الشعب الجزائري من عام 1830 إلى عام 1962 ما يقارب 10 مليون جزائري وبلد المليون شهيد، وإجرامهم في أفريقيا لا يزال لحد هذه اللحظة. إذن نحن مع الشعب الفرنسي أن يدافع عن حريته، ومع أي شعب العالم يدافع عن حريته وعن أمنه، ولكن الإجرام بدأ منهم وسيعود إليهم، لأنهم حقيقة هذه المقولة الذي قالها العرب منذ قديم زمن: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وسيقعون في شر أعمالهم، لأن الذين يجندونهم ويدربونهم في بلدانهم لكي يقتلوا العرب والمسلمين في بلدان العرب والمسلمين منذ 40 أو 100 سنة، الآن الموضوع سوف يشمل الكل. العالم الآن إذا نريد أن نضعه في ديوان التقدم، هو تقدم تكنولوجيا وتراجع أخلاقيا. التراجع الأخلاقي والإنساني في العالم عندما يصمت العالم كله عن إجرام دولة تقوم بغزو دولة عضو في الأمم المتحدة ليس جارا لها، وبكذبة هي تقول عنها كذبة لاحقا ولم يعاقبها العالم، إذن العالم مجرم بحق هذه الشعوب، وهذه الشعوب سوف تنتفض بأي طريقة لتدافع عن وجودها وعن الظلم الذي وقع عليها. الآن الظلم على قدم وساق على كل هذه المسميات، ولماذا هذه المنطقة بالذات؟ إذن نحن حقيقة كمنظمات تعمل على الإرهاب والقتل، هذا مدان في شرعنا ومدان في فكرنا ومدان في ممارساتنا، ولكن مورس علينا عمليا من قبل دول. إيران تمارس 84 ميليشيا تقتل يوميا في الشام، وتقتل في العراق، وتقتل في اليمن، وتقتل في البحرين، ولديها خلايا نائمة ويساعدها العالم كله. فإذا اختلفوا فليبحثوا عن الإرهاب من إيران الذين يعينونها الآن من الروس والفرنسيين وغيرهم. خميني أين كان؟ ألم يكن في فرنسا؟
من الذي أعده للقيام بهذا الدور التخريبي في العالم الإسلامي منذ مجيئه إلى السلطة ولحد الآن ليكون شرط الخليج المعمم الجديد؟ من الذي دربه؟ وأين تم تدريب كل العناصر الإرهابية في 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 إيران وحتى الأسلحة المحرمة دوليا؟ من الذي أعطى كواتم الصوت لهذه الإيران؟ من الذي أمد إيران بهذه العصابات؟ من الذي يحميها دوليا بالطائرات الآن؟ إذن الإرهاب صنيعة حقيقة صنيعة هذه الدول الآن بدأت تتجرع ولو جزء بسيط مما يتجرع الشعب العربي. لماذا؟ نحن بشر متساوون في الحقوق والواجبات أمام الخالق الرحمن، أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام القانون الدولي الأعور اللي يطبق عليه. لهم حقوق وليس لنا حقوق، هم من بشر من الدرجة الأولى ونحن بشر من الدرجة المئة. ولكن دكتور هلال، الذي يدفع الثمن هم سنة سوريا وسنة العراق كما ترى، لا يهم هذا التنظيم سمعته. أخي الكريم، الذي يقوم بهذا العمل نحن ندفع الثمن قبل نجي هذا التنظيم. ألم ندفع ثمن فلسطين منذ عام 48 لحد الآن من قبل الإجرام البريطاني؟ ألم يدفع شعبنا العربي من المغرب بالاستعمار الفرنسي؟ ألم يدفع الشعب العربي ولحد الآن جرائم الصهيونية في كل الوطن العربي؟ ألم يدفع شعبنا بالعراق منذ 4700 سنة الإجرام الإيراني المستمر على شعب العراق؟ كلما ضعف العراق بسبب أنه تعاونوا مع الغرب والشرق، تعاونوا ضد الرسالة المحمدية، وتعاونوا ضد الخلافة الأموية، وتعاونوا ضد الخلافة العباسية، وضد الخلافة العثمانية، وتعاونوا مع البيزنطيين ومع البرتغال ومع النمسا ومع الأمريكان، ولا نزال نقول الجارة الإسلامية. نحن لا نتعلم أخي الكريم. نعم نحن ندفع الثمن، الثمن غالي جدا. نحن لا نؤيد هذا العمل، المفهوم من كلامي ليس تأييدا لهذا العمل الإجرامي، ولكن المفروض أن يؤخذ الإجرام كله وينتقد مرة واحدة. لا يجتزأ. عندما يقتل فرنسي تقوم قائمة الدنيا، وعندما يقتل ملايين الناس في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي أفريقيا اللي غزتها فرنسا قبل سنة أو سنتين وقتلت منها ما شاءت ثم عادت، لأن هم السوبرمان الذي يجب أن يحترم، أما الشعوب الأخرى فهي عبيد لهذا السيد الغربي المتغطرس. إذا نحن نقول للغرب ونقول لكل العالم، الإرهاب مدان ويجب أن يدان بكل أشكاله، سواء كان إرهاب دولة، وإرهاب الدولة يجب أن يدان أولا، وإرهاب الدول التي الآن تتآمر على هذه الأمة بشكل مستمر. ما أدان أحد، ما أدان أحد الإجرام الإيراني عندما يحتفظون بالأسرى العراقيين لحد هذه اللحظة. ما أدان العالم الإجرام الإيراني عندما قتلوا من الشعب العراقي ما قتلوا، ولا زالوا يقتلون بأسلحتهم وتمويلهم وميليشياتهم وقاسم سليماني وغيره. العالم صامت، بالعكس العالم سوى حلف دولي لكي يعين إيران على قتلنا ويعين إيران على قتل الأخوان في سوريا. ولا لماذا تفسر أن العالم يستدعي إيران المؤتمر جنيف 3 في لحل القضية السورية؟ هل إيران جارة لسوريا؟ هل لها حدود مع سوريا؟ هل لها مصلحة غير مصلحة القتل وتكامل المشروع بين الأطراف؟ يعني القضية واضحة جدا. يعني عندما تدعي مثلا تركيا، نعم تركيا لها حدود طويلة مع سوريا. إيران دكتور لها 26,000 الآن في جنوب حلب، ولديها 43 ميليشيا حشيعي شعبي صفوي، 105,000، ولديها 4,000 من الحرس الثوري الإيراني جنود نظاميين، وتدفع على هذا النظام مليار دولار شهري من نعم. مال العراق، من مالكم يعني. إذن أخي الكريم، إذن على العالم أن يرى ببساطة شديدة لماذا تستدعى هذه الدولة التي ليس لها حدود مع سوريا لحل القضية السورية، لو لم تكن لها مصلحة. إذن المصلحة الإيرانية مقدمة على مصلحة الشعب السوري، هذا واحد. اثنين، المصلحة الإيرانية مقدمة على مصلحة الشعب العراقي. إذن هم شركاء في الجريمة، وشركاء في الجريمة لا يمكن أن يأتي منهم حل. هذا الوضع الذي أريد أن أوصله لكل المستمعيكم الكرام، بأننا مستهدفون بالجملة، مستهدفون كشعوب، مستهدفون كدين، مستهدفون كوجود. استهدفونا منذ احتلال القدس في فلسطين، ومن ثم أخذوا يقضمونا شيئا فشيئا 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 إلى أن طال صمتنا وصدأت سيوفنا وأصبحنا نستعبد في بلداننا ونكون إمعات للغرب والشرق ويقتلنا بطرق مختلفة. نعم دكتور هلال، السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلا فصلت داعش بإمداد ومعدات سوريا عن داعش بالعراق بسبب هذه الضربة في سنجار؟
سنجار أولا مساحتها 6 كيلومتر مربع وليس 150 كيلومتر مربع كما قال المراسلكم. هذا جانب. الجانب الآخر أن قضية سنجار هي من الناحية العسكرية تعتبر ساقطة عسكريا، والأخ يمكن أبو عبد الله يكون أفضل مني في هذا الجانب، لأن الجبل المطل عليها على هذه المدينة الصغيرة هو جبل بيد القوات البيشمركة. لو كانت هناك النية حقيقية لإنهاء هذه الفوضى في شمال العراق وفي وسط العراق وفي جنوب العراق، كانت النية مبيتة من زمان، ولكن لماذا الآن؟ سنجار صار لها أكثر من شهر 8 سنة وأربعة أشهر هي في هذا الحال، لماذا الآن تمت التحرير؟ لماذا لم تكن قبل هذا؟ إذا الوجود الأمريكي، أنا حقيقة سأكون صريحا معك، الوجود الأمريكي والتحرك الأمريكي على المنطقة والوجود الروسي هو الذي عجل في هذه الخطوة. وأعتقد أنه حتى من نريد نقيم خلينا نقول القوى العسكرية بين الطرفين، القوات الأمريكية اعترفت البنتاغون رسميا بأنهم كان لهم تواجد على الأرض وليس البيشمركة من قاد المعركة، لأن الطيران الأمريكي والجيش الأمريكي على الأرض هو الذي قاد هذه دكتور المعركة. هلال، دكتور هلال إذا تكرمت ابقى معي، ننتقل إلى اللواء ركن أبو عبد الله. أهلا وسهلا فيك. نود أن نعرف، وأنت رجل عسكري فذ، يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية لسنجار، وهل فعلا ستسهل العمليات اللاحقة باتجاه الموصل؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ تحياتي لضيفكم الكريم الأخ دكتور هلال وللأخوة المستمعين ولكادر الرياض. أهلا وسهلا أخي العزيز. إجابة على سؤالكم، إحنا قبل أن نتحدث بمسميات محددة لكل هدف ضمن مجريات التقييم العسكري والتقدير الموقف، يقيم الهدف من الاعتبارات التالية، أنه هذا الهدف هل يمكن المهاجم من أن يأمن نيران مباشرة أو غير مباشرة باتجاه الهدف أو المدافع، هل يمكن المهاجم من قطع خطوط الإمداد للهدف أو المدافع، والجانب الآخر هو أنه هل يمكن هذا الهدف من تأمين مراقبة أو تأمين معلومات استخبارية لحركة العدو. كل هذه تأخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للأهداف. إضافة إلى الجانب المهم الأساسي أنه هذا الهدف اللي احتل كسنجار، هل أنا السؤال حتى نقيم أهميته من خلال العمليات التعبوية بالمنطقة، أنه هل هذا الهدف يأمن الوصول إلى الهدف الرئيسي اللي هو الموصل، الهدف الاستراتيجي للقطاعات؟ الإجابة بما يأتي، نقول أنه الجبل سنجار هي عارضة طبيعية مهمة لها امتدادها بين الأراضي العراقية والسورية، وتأمن حركة قطاعات بأحجام حجم محدودة لتأمن المباغتة قد تكون بالجانبين. وإذا نقيم وفق العناوين اللي ذكرناها، نشوف أنه سنجار ما تأمن الوصول إلى الموصل بشكل مباشر، وإنما هنالك مسافة أكثر من 110 كيلومتر، وبنفس الوقت هنالك مدن وأهداف مهمة منها تل عفر ومناطق أخرى. ولكن سيادة اللواء، ماذا بشأن الكسك؟ أليست هنالك تقاطع غاية في الخطورة وخط إمداد لهذا التنظيم سلب منه؟ لو سمحت لي أكمل أنا وراح أجيبك. الكسك راح يكون بالجانب الآخر، يعني سنجار هي بالشمال، الشمال الغربي وباتجاه الحدود السورية، أما الكسك هي اللي تكون بالشمال الشرقي اللي باتجاه أربيل، يعني باتجاه أقليم كردستان، العفو الزاوية باتجاه تركيا، العفو الجناح الزاوية الشمالية الشرقية الغربية. فهذا السؤال احنا بعد ما نجيب على تساؤلكم بالنسبه لسنجار. سنجار بالنسبه لها يعني كعارضه نعم مهمه وتامن وجود قطاعات استهداف، لكن متى امن الوصول الى المباشر الى وتاثر بشكل مباشر بالنيران المباشر وغير المباشره بالنسبه للهدف، وما امنت قطع خطوط الامداد، بالعكس انه هنالك طريق راوه، طريق باتجاه عانى راوى الأنبار باتجاه الحدود السورية، والخط الآخر هي قضاء البعاج، وإضافة لأنه الحدود مفتوحة باتجاه سوريا، فقابلية الحركة لداعش لها القدرة أن تتحرك وتأمن إمدادات بالشكل اللي
مثل ما يقول بشكل المطلوب، لأنه هي أيضا تعيش الصحراء وتعيش هذه المنطقة وعندها خبرة بهذا الاتجاه. أما الجانب المهم أنا اللي أعتقده بالنسبة للهدف والعارضة سنجار، هو جانب معنوي، جانب معنوي بالنسبة للجانب المهاجم وجانب سلبي لمعنويات المدافع، على اعتبار أنه هذا هدف يعتبره محصن وعارضة كبيرة لكن مكلفة بالنسبة للمدافع، يعني صعوبة الدفاع عنها عن عارضة بهذا الحجم وبهذا الامتداد، لأنه احنا نعرف لها أجنحة ولها إمكانيات التسلق والطرق المتعددة الجانبية والنيشمية اللي يتمكن اللي تخلي المدافع في تحسب دائم وتستوجب قطعات بحجم كبير، فهي مكلفة. وما أعتقد أنه هدف كان يبغي من عند الاحتفاظ بداعش، لأنه يعتبره أيضا هدف معزول وهدف قريب بالنسبة لأراضي الإقليم وبالنسبة لتواجد القطعات في ربيعة. أما ما يخص الكسك، الكسك محور رئيسي مهم جدا لحركة داعش، نعم، وكان يستخدم ما بين تركيا وداعش في وصول الإمدادات، لكن داعش هذا خيار آخر أخي، أنه تقدر من خلال حركة داعش باتجاه الأراضي التركية، وإحنا نعرف أنه أغلب المقاتلين هم يأتون عن طريق محور تركيا أدلب أو الشاغور، ولكنه سيادة اللواء باهظ التكاليف. نعم هذا صحيح الذي تقوله، ولكنه باهظ التكاليف، سيرهق داعش بالخسائر. لا أنا قد أكون يعني أعطيتك بشكل موجز، أنا نعم أنه أقول لك أنه داعش خسرت محور باتجاه الإمدادات وباتجاه المناورة وأيضا لتشتيت جهد المهاجم خاصة الطيران حاليا، نعم حاليا أصبح مكلف من حيث الوقت ومن حيث المسافة، إضافة لأنه قد يكون يسبب خسائر لهم بحكم عدم استقرار الموقف بهذه المناطق ووجود الجهد المدفعي والجانب التركي. نعم أكملت الفكرة؟ لا لو سمحت لي فضل. أما بالنسبة لي للهدف كالموصل حاليا، لا هم حاليا بالنسبة لهم حسبوا حساب، أنا من وجهة نظر يعني كعسكري، أنه وجودهم في سنجار يكلف من حيث حجم القطعات، يكلف قد يكون يسبب إلى عزل قطعاتهم، وبنفس الوقت أيضا وجود هذه المنطقة هي ليس حاضنة لعناصر داعش. إذن لماذا تمسكوا بها عاما كاملا أمام هذا الجهد الجوي الهائل من التحالف؟ أخي العزيز، هذا أيضا من ضمن موضوع العمق الدفاعي، وأيضا من المهم كان عندهم ضمن طموحاتهم بالتوجه إلى إقليم كردستان، وأيضا لغرض غلق الجناح الزاوية الشرقية الشمالية لسوريا مع الجانب الإقليم، أقصد يمنعون حتى تدفق القطعات الكردية من هذا الاتجاه، فكانوا يعتبروا أيضا بالنسبة لهم، ولكنهم يستندون ولكنهم يستندون على مانع قوي وهو الرقة. نعم نعم حاليا الرقة، نعم، لكن جبل سنجار يأمن الحركة باتجاه ربيعة واتجاه أيضا حلب، وهذا التعاون يأمن فرصة كبيرة لحركة القطعات والمناورة بها وتشتيت جهد المهاجم، خاصة وأنت تعرف أنه هو الجو والتفوق الجوي حاليا للتحالف والدول الأنظمة اللي موجودة تدافع عن أراضيها. نعم أكمل. نعم ننتقل إلى الدكتور هلال. دكتور هلال، هل سنشهد انحسارا لتنظيم الدولة على الأقل أو داعش في العراق، أم هذه هي من أساليبه؟ لأن التنظيم لا ينسحب، إذا انسحب فعلم أنه سيلتف، هل فعلا هو بدأ ينحسر؟ بالمناسبة هو خسر الآن 800 كيلومتر مربع في غضون شهرين من في صلاح الدين وفي مناطق البشمرقة وفي مناطق الأنبار. والحقيقة الداعش لا يستخدم الحرب النظامية، المواجهة النظامية، هو حرب الكر والفر. والشاهد في بيجي أنه عندما قالوا حررناها أكثر من 3 أو 4 مرات استعيدت ببساطة وبجهد بسيط يمكن أكثر، وكانت الخسارة أكثر. فتنظيم الدولة يحاول إلى السحب من منطقة، أولا لا يكثف وجوده في منطقة غير استراتيجية إلا لضرورة، وأعتقد أنه حتى حجم هل سنجار كانت دكتور، هل كانت سنجار ضرورة له؟ بالنسبة له كما أشار السيد اللواء أنه ضرورة لتأمين الجناح في العمق الدفاعي له،
أو في عمقه في الأراضي باتجاه الموصل وباتجاه الزعفر باتجاه ربيعة والرقة أيضا. لكن هذا المحور لم يركز عليه بقوة، والدليل أنه عدد المقاتلين في هذا المكان كان 400 يعني 400 وقالوا 300 وقالوا 200، ولكن لا تتوقع أنه 400 و 300 في مكان يقابل 7000. هم وجدوا 200 جثة. نعم، القصد أنه هذا المكان لم يكن حقا استراتيجيا من الناحية العسكرية، ولكنه كان مهما دافع يعني لو أرادوا الاحتفاظ به لاحتفظوا به. الأمر الآخر، التنظيم الدولي سيفكر بالالتفاف مرة ثانية كلما ضعفت هذه المنطقة. هو يناور بالحركة، يعني معروف أنه كيف يناور بحركته، ينسحب من مكان ويهجم في مكان هو آخر. انسحب إلى البعاج الآن. نعم، فهو حتى من البعاج وربيعة وهذه وحتى سنجار نفسها لم تكن آمنة ولم تؤمن بعد، لا يمكن البيشمرق الاحتفاظ بها لفترة طويلة، لأنه إذا أراد تنظيم الدولة الرجوع إليها هو قطع طريق الإمدادات على قوات البيشمرق أسهل من الاحتفاظ في سنجار، لأنه راح يصير الالتفاف من الخلف، الالتفاف من عدة جهات، ربما سيفكر بهذه الطريقة. لكن الهدف الأساسي أنه عمليات الخسارة بالنسبة له إلى الأرض هي لا تمثل له عمق كبير قدر ما تمثل له المدن الرئيسية، هي العقدة الرئيسية التي يحتفظ بها. الجانب المهم من كل هذه الحركتين أنه نلاحظ أنه التدمير الذي يحصل في هذه المدن سواء كان في سنجار أو في بيجي، أو تأتي القوات تدمر جزء من المدينة، وعندما دخلت بيجي دمرت 600 دار وهدمت كل المساجد. وعندما يعود التنظيم الدولي يجد الميليشيات متحصنة فيما تبقى من الدير وأيضا يتم تدميرها. إذن الاستراتيجية لهذه الحرب خلينا نقول هي استهداف للبنى التحتية لهذه المناطق بشكل كامل. سنجار دخلت القوات البيشمرقة والميليشيات اليزيدية معهم، وأيضا دمروا عدد كبير من المنازل وانتهكوا حرمات وقتلوا من الناس الذين هم في داخل المدينة ليس لهم حول ولا قوة. وهذا هو أخطر ما يكون فيما يدور بالعراق الآن وحتى في الشام، أنه المدنيين الذين ليس لهم حول ولا قوة، لا هم عسكر ولا هم تابعين لهذا الطرف، كل ما يأتي طرف يحسبهم على الطرف الآخر وتتم حقيقة الفتك بهم. والذي ما عنده قدرة أن يخرج نتيجة قلة ذات اليد، ضيق ذات اليد، أو كبر السن، أو لأي سبب آخر من الأسباب المعروفة في العراق وفي أي دولة أخرى، أن هؤلاء الناس ليس لهم ظهير. لا القوات المهاجمة تأخذ بنظر اعتبار أن هذه مدينة مأهولة من ناس ليس لهم حول ولا قوة، جت سلطة أو قوة أخرى عسكرية مسلحة وسيطرت على المدينة وأصبح الحكم هذه ليس لهم أمر إلا أنه يكونون في هذه المدينة، وحتى الإطاعة يطيعون كل من يأتي لهم لأنهم ناس ليس بعسكر ليس بمقاتلين. لكن التفسير القاصر لدى الأطراف المتحاربة يستهدف المدنيين أولا، والمقاتلين من يهرب يهرب ومن يروح باتجاهات مختلفة ومن يحمي نفسه، لكن هذا المدني وأطفاله ونساء وأمواله التي تنتهك هذا هو حقيقة الخسارة الكبرى في هذه المعارك. نعم، ابقى معي دكتور هلال. نعود الى اللواء ابو عبد الله. سيادة اللواء، الا ترى ان هنالك التحالف يقيس بمكيالين؟ كيف الان الرمادي يضربون تنظيم الدولي داخل الرمادي بعشر طلعات بخمس طلعات، هل يعقل انهم يضربون سنجار ذات المساحة 6 كيلومتر مربع ب250 طلعة بطائرات الجيل الخامس بحمول 12 طن والرمادي لا تتعرض إلى مثل هذا القصف؟ لماذا هم كانوا هنا جادين وهنا يماطلون مع التنظيم؟ أخي العزيز، هذا سؤال مهم جدا، يعني هذا يجعلنا نلقي النظر على واقع العمل الخلف، يعني خفايا العمل الاستراتيجي بالمنطقة والمخططات الاستراتيجية، واللي أشار يعني بدءا بعنوان مهم جدا هو الأخ الدكتور هلال، بما يعني حال الناس المدنيين العزل اللي لا حول ولا قوة لهم، والثمن أيضا البنية التحتية. ومن هنا يعني يحصل عندنا تفسير
أن وجود داعش واستعادة الأراضي من داعش هي لعبة استراتيجية المقصود من عندها تقسيم المنطقة، تدمير المنطقة وترهيب المنطقة، لأنه أعتقد هذه المنطقة فيها حركات وفيها مفكرين وفيها إمكانيات تتعارض مع المشروع الاستراتيجي شرق أوسطي المقبل. وموضوع التقسيم وموضوع الهيمنة الأمريكية واللي وخفايا المرحلة القادمة من الاتفاقات اللي تحت الطاولة ما بين الدول الكبرى، واللي ظهر عندنا على سطح التقاسم الآن الحاصل ما بين روسيا وأمريكا وإيران. ولكن الهدف الأسمى اللي نحن نعتقد ونحلله أنه تدمير المنطقة، تقاسم المنطقة، تحويلها إلى دويلات، وبنفس الوقت هي تنفيذ مشاريع استراتيجية بالمنطقة لغرض تقسيمها ولغرض احتلالها بشكل مباشر. احنا نعتقد انه العمليه اللي صارت في سنجار هي عمليه تمثل القوه الرئيسيه للجهد الامريكي، وتمثل جهد مباشر، ويمثل ايضا تدخل كان من قبل الامريكان بشكل معلن وبدون اي تحسب، ويمثل ثقلهم و سيادة اللواء، هل ستسهل عملية سقوط سنجار إلى عملية سقوط تل عفر ومن ثم المهمة الرئيسية اللي هي سقوط الموصل باعتقادك، أم ليس لها ذاك الأهمية؟ أخي العزيز، أنا بالإجابة السابقة أوضحت أنه طبيعة الأهداف وتقييم الأهداف من حيث الدفاع ومن حيث التأثير ومن حيث الوصول إليها. وأنت بالإشارة إلى سؤالك السابق أنه موضوع الأنبار يعتبروه أيضا هدف مؤجل وضاغط على الحكومة من أجل مثل إعطاء فرصة للميليشيات لأخذ دورها لتدمير المنطقة، وبنفس الوقت لغرض إضعاف دور الحكومة والإملاءات اللي موجودة ولو هي ليس بحكومة وإنما زمر من نتاج الاحتلال. أما سؤالك نعم لو سمحت لي تفضل. أما سنجار، نعم مثل ما أشرنا أنه هي هدف مهم جدا وعارضة طبيعية تربط الأراضي العراقية بالأراضي السورية، تأمن حركة قطعات، تأمن رصد، تأمن مراقبة، وتأثر على بعض خطوط الإمداد أنه حتى بالنظر والمراقبة ويمكن تساعد الجانب الاستخباري، لكن كهدف حيوي باتجاه الموصل هي لا تأمن الوصول إلى الموصل بشكل مباشر ولا تأمن إيران مباشرة وغير مباشرة. أنا مثل ما ذكرت إلى جنابك أيضا لا ما تأمن قطع خطوط الإمداد، وأنما قد يكون تحيد من حجم القطعات التعاون وحركتها بالنسبة للسابق، لأن كان من كانت ربيعة وسنجار كان هناك حرية لحركة القطعات، قد يكون حددت من حركتها، وهذا جانب. والجانب النفسي اللي قد يكون مؤثر بالنسبة للمدافع في المناطق المدافع عنها، ولا ننسى أنه داعش يعني عندما تتمسك بهدف استراتيجي قادرة أن تخلق الموضع الحصين وتعطي التوصيف المثالي للدفاع لعملية الدفاع أو صفحة الدفاع. ولكن مثل ما أشرنا والأخ الدكتور عيسى أشرنا أنه نعتبر هذا موضوع هدف ليس استراتيجي وأنه هدف مهم كان يعتقدون به أن يستخدمون الصفحات اللاحقة باتجاه الأراضي السورية والإقليم وأيضا عمق للموضوع والترابط مع سوريا. أما التأثير لا ينسى بالتأثير الحيوي لا من جانب الإمداد ولا من جانب طرق المواصلات ولا حتى من جانب النيران. إذا كان تقديم بالنسبة للهدف الاستراتيجي للموصل واللي إحنا ننظر لهذا الجانب من جانب وجهة نظر المدافع اللي ينظر إليها من جانب المدافع دائما ينظر إلى الدفاع، تقييم الدفاع أن ينظر إليه من جانب وجهة نظر المهاجم، وهكذا المهاجم أيضا ينظر إلى الهدف من وتقييمه عندما توضع الخطط من جانب وجهة نظر المدافع. ابقى معي سيادة اللواء، ننتقل إلى الدكتور هلال. دكتور هلال، هل فعلا هل ترى أن داعش لا يمتلك الإمكانيات الهائلة الخارجية التي تمكنه من تفعيل الخلايا النائمة؟ هل تعلم أن فرنسا باعتراف الاستخبارات الفرنسية والMI5 بالاستخبارات الإنجليزية قالوا بأن هنالك 1500 إفريقي عربي من شمال إفريقيا، من دول لا نريد أن نسميها، الدول العربية اللي على شمال بشمال إفريقيا، هؤلاء ذهبوا إلى سوريا ومؤكد لديهم أنهم ذهبوا إلى التنظيم في الرقة وفي غيرها ودير الزور. ألا يعتبر بأحاضن؟ يعني هل لا يملك التنظيم الإمكانيات الخارجية لتفعيل خلايا النائمة؟ هو لا يرسل مع المهاجرين السوريين كما يدعون، هو له خلايا نائمة، له ناس يؤيدوه.
وهذا الوصف حقيقة ممكن تأخذه على الجانب الآخر، لماذا يصمتون كل هذه الفترة مع علمهم بالأسماء والمعلومات وهم لديهم الجهاز الاستخباري ولم يستطيعوا أن يمنعوهم من الخروج أو الدخول؟ لماذا؟ إلى يعني إذا هي لعبة، يعني مثل ما أشار السيد اللواء لعبة. إذا هم حقيقة عندما يقولون نحن نعلم بأن لدينا كذا اسم، سواء كانت الأم إس آي البريطانية أو المخابرات الفرنسية أو الاستخبارات الفرنسية، حقيقة الأمر أن الخلايا التي كانت تدرب وتدخل هنا وهناك كانت بها دول ودول ومخابرات دول. فإذا الطعم الذي أرادوا أن يسقوا به هذه الشعوب ربما انقلب عليهم، هم أكلوا الطعم بعد أنه دربوا وأسسوا. تعلم أن هناك مقاتلين أتوا من الروس من روسيا بدعم من الدولة الروسية والمخابرات الروسية، ودفعت لهم حتى أثمان التذاكر، تذاكر الطائرات، وهذا الكلام حقيقة موثق. فإذا هذا البعد الآخر، البعد الجانب الثاني من التصريح، أنهم عندما يعرفون ويدركون بأن هناك عشرات الآلاف أو أعداد معينة أو أشخاص معين، لماذا لم يلقوا القبض عليهم وهم يمرون من فرنسا إلى دول عديدة الوصول إلى سوريا؟ كيف سهلهم الدخول؟ إذن هم الذين سهلهم الدخول، إذن هم الذين مسؤولين عن حركة الإرهاب في العالم، أو أولى بهم أن يحاسب شعوبهم، تحاسب هذه المنظمات الاستخباراتية على ما قامت به، لأن هم دربوهم وهم يعرفون بهم. يعني احنا نعرف، أنا من خريج بريطانيا وأعرف أن البريطانيين حريصين على شعبهم، وهذا حقيقة يحسب لهم. وهم أكثر دولة في العالم تنفق على شعبها، أكثر دولة في العالم. ولكن كيف نسمح لأناس من محسوبين على الشعب البريطاني ونحن الجنسية البريطانية أن يذهبوا وينفذوا إرهابا في دول أخرى وخاصة الدول العربية المستهدفة؟ إذن هم جعلوا، هم الذين أسسوا هذا الإرهاب وهم الذين أسسوه لأهداف معينة. ولكن تعرف أن تقاطع المصالح وتقاطع الأفكار، هؤلاء الشباب الذين دفعوا بهم لهذا السبب عندما جاءوا واختلطوا ورأوا حجم الإجرام الأوروبي على الأرض المسلمة، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويرى حجم الدمار الذي للأطفال والنساء، هذا سيكون عنده ارتداد، فسيكون تجنيده العكسي هو الذي حصل في فرنسا ويحصل في دول أوروبا، لأن الإجرام الغربي على هذه الدول، على دولنا تحديدا، لا ليس له حدود ولا يتحمله عقل بشري سليم، سليم الفطرة وسليم خلينا نقول الفطرة الإنسانية، أفك من المسميات الإسلامية والمسيحية واليهودية والسماوية والأرضية. أنت لا تقبل أن تقتل طفل، فكيف تقتل شعب بأكمله؟ يعني الغربي يعلموه على احترام الإنسان واحترام حقوق الحيوان وجمعية المحافظة على الرفق بالحيوان، كيف تقومون بتدريب وتجهيز عناصر لقتل الأطفال والنساء والشيوخ بالطيران وبالفسفور الأبيض وبالأسلحة المحرمة دوليا وبالقنابل العنقودية والفسفورية واليورانيوم المنظم في العراق وفي دول أخرى؟ كيف هذا الإجرام؟ فالذي يأتي مسلما، هم طبعا يجندون المسلمين، هم تجنيد المخابرات للمسلمين، ومعروف هذا الكلام كيف يتم تجنيدهم، يبعثوهم إلى هذه المناطق تحت هذه الأرض. طبعا المسلمين السنة، المسلمين السنة نقصد يعني هنا. والله يا أخي الكريم، هم إذا أرادوا أن يجندوا المسلمين فمن كل حد وصوب، هو حقيقة هدفهم الإسلام، إن كان سني أو شيعي أو ما، هذا المسميات لا يعترفون بها إلا لتفرقتنا. هم يريدون القتل لهذه المنطقة، أن تكون هذه المنطقة مشتعلة إلى أن تظهر المعركة أرمجدون. هذا الفقه الذي يحركهم. وأنا لست في نظرية المؤامرة اللي هي حقيقة قائمة ولا تزال قائمة، ولكن نحن نقول أنهم ليست هم القوة فيهم ولكن الضعف فينا. نحن حقيقة ما حصلنا شبابنا ولا حصلنا أبنائنا باتجاه الفكر المتطرف الذي يريد الفتك بنا من داخلنا. هم استخدموا هذه النقطة لأن نحن مثل ما قال الكاتب الكندي في كتابه الدنيا لعبة إسرائيل، الكوماندر ويليام كار، قال نحن دخلنا إلى المسلمين والمسيحيين من خلال نقطة التسامح، وهذه النقطة استغلناها لصالحنا. فإذا نحن حقيقة هذا العاطفة الشديدة هي التي دفعتنا لهذا. أما أنه لماذا هم يصمتون، هم عارفون وهم يخططون
وهم الذين دربوا هذه الخلايا. دكتور هلال ابقى معي إذا تكرمت، ننتقل إلى سيادة اللواء. سيادة اللواء، هل تراجع داعش، هذه النقطة الأولى، هل تراجع داعش في العراق يمكن أن يؤثر على تراجع داعش بسوريا؟ والنقطة الثانية، يدعي وزير خارجيتكم إبراهيم الجعفري بأنه لديه معلومات قدمها للغرب أو لفرنسا أن هنالك عمليات لتنظيم الدولة في كل من إيران وكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يعني المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يعني كذب هذا الرجل وقال لا يوجد لدينا أي تهديد وشيك. أليس المعلومة الاستخبارية معناها مفهومنا العسكري أو الاستخباري أن المعلومة تكون صحيحة إذا كانت السبب في إحباط عملية أو إلقاء القبض على المنفذين؟ أين من أين هذا حدث؟ كيف يكذب وزير خارجية بهذا الشكل؟ بدءا أجيبك من السؤال الأخير، أنت ذكرت عن ما يسمى وزير خارجية العراق، واحنا علينا قبل يعني ما نطرح السؤال او العفو الاجابه على هذا السؤال لابد ان نعود الى منهج هذول العصابه او الزمره اللي اتوا بمناهج الاحتلال وبمناهج الطائفيه وبمناهج الاقليميه وبمدارس الماسونيه من ايران. احنا هذا الشخص وغيره من الحكومه اعتادوا على الكذب واعتادوا على المتاجرة حتى معايير الدين ومعايير قيمنا الاجتماعية، واستخدموا الدين واستخدموا معاييرنا الاجتماعية سلاح لغرض القتل ولغرض التهجير ولغرض التجويع ولغرض الفساد. فهم ما خجلن يعني لن يخجلوا ولن تكون هذه الأولى ولا الأخيرة، ولن يكون من هذا الشخص دون الآخر. ها هو منهجهم وهذا هو واقعهم، سلاحهم الكذب، سلاحهم المتاجرة بالدين، سلاحهم التدمير، سلاحهم إرضاء أسيادهم في إيران أولا وفي أمريكا والعمق الصهيوني الماسون. هذا الرجل عندما ادعى بهذه المعلومة وأظهر كذب، نعم أنه النتاج والإثبات لصحة هذه المعلومة هو نتاج على الواقع. عندما يكون هنالك واقع لهذه المعلومة يجري التعامل معها ثم يؤكد وجود هذه المعلومة. الجانب الآخر المهم، لو كان الجعفري أو غير الجعفري بهذا القدرة أن يمتلك هذه المعلومة الاستخبارية الكبيرة والتحسب وسبق النظر، لماذا لم تستخدم لحماية مدن العراق بدءا من الموصل وانتهاء إلى صلاح الدين وديالة؟ إذا كان عنده هكذا، لماذا لم يتنبأ أصلا بنوايا تنظيم الدولة؟ الجانب الآخر للمعلومات المؤكدة، بل هم هو وسياده عندهم يعني المعلومة والتنسيق والإعداد بداعش لوجود داعش والقيام بهذا العمل بدليل إعطاء الحرية الكاملة وبدليل أنه التآمر على المدن وسحب القطعات وإذلال تاريخ العراق ومدن العراق وأهل العراق وحتى المؤسسة العسكرية المشهودة لها إقليميا وعربيا من خلال دورها الوطني والقومي. احنا نعتقد هذا الرجل وما يمثل الا كذوبه وما يمثل الا استراتيجيه لخدع شعبنا ولايهامه ولايقاع به. وهؤلاء عنوان كبير من التآمر والكذب، نتاجه هذا الحال اللي موجود من التهجير والقتل والفتنه وفقدان الامن والامان وحتى لقمه العيش. اما سؤالك الاخر يعني اللي عفوا سالتني، ممكن تعيد لي أخي العزيز السؤال اللي قبل بدقيقة واحدة إذا تكرمت؟ هل ستتراجع داعش في سوريا كما تتراجع الآن وتنحسب؟ أنا أعتقد داعش يعني تراجعها ليس هو فقدان مناطق، وإنما العمل داعش يمتد بعمل استخباري بعمل عمليات خاصة، وحاليا بدأت يد ضاربة تصل إلى عقر من تآم من عد هذه المجموعات ومن دربها لقتل العراقيين. تقصد تفعيل الخلايا النائمة يعني؟ تقصد أكيد أكيد أنه حاليا داعش بدأت عندها ردود أفعال وبدأت تقرأ حسابات أنهم استخدموا كصفحة وثمن لمشاريع لا تخدمهم وتخدم أسيادهم وتسيء لهم شخصيا وإلى عوائلهم وإلى حتى معاييرهم الاجتماعية وحتى إلى دينهم. وبدأوا الآن أنا باعتقادي أن يعون هذا الموضوع أنه ما حدث هو إساءة للدين باسم الدين ومن خلال أذرعهم.
ولهذا بدأوا يوجهون الضربات عندما شافوا أن الدول اللي عدتهم وكلفتهم بهذا الواجب هي تقوم بقتلهم، هي تقوم بالمتاجرة بهم. سيادة اللواء، وصلت الفكرة. كل الشكر والتقدير لمراسل قناة أورينت من بغداد إياد محمد، والأستاذ الدكتور هلال أدليمي، واللواء الركن أبو عبد الله. كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل المهندس سلام المساعدي والزميل مهند الكسوس. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. عم تسمع راديو أورينت.